بهالفيديو رح نتكلم عن أخطر هاكر في تاريخ لعبة ماينكرافت. هذا الهاكر تسبب بمصايب مو بس بلعبة ماينكرافت، لا بل أدى إلى أغلاق الإنترنت بدول بأكملها وحتى في أمريكا. تخيلوا نصف أمريكا راح عنها الإنترنت من وراء هذا الهاكر بلعبة ماينكرافت، وكان مطلوب من عدة حكومات وحتى الـ FBI أو وكالة الاستخبارات الأمريكية كانوا حاطينه الهدف الأول ليلقوا القبض عليه. قصة الهاكر اللي رح نتكلم عنها اليوم كنت بدي خليها من ضمن فيديو التوب 5 قبل الأخير يلي أشخاص هكروا شركات الألعاب ودخلوا على السجن، بس شفت إنه القصة فيها جدا تفاصيل رهيبة وما رح أقدر أخليها ضمن فيديو توب 5، فقررت أسوي فيديو كامل أشرح لكم عن هالقصة، وصدقوني رح تنبهروا. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ، هذا الفيديو يعتبر مثل فيديوهات التوب 10، فبالتالي رح يكون داخل بالجيبوي الشهري على شاشة ألعاب بدقة 4K. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليها، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معك. السحب واختيار الفائز بعد أقل من أسبوع، وهذا الفيديو برعاية لعبة فورتنايت. اللي متابع قناتي من زمان راح تعرف اني كنت جدا مدمن على لعبة فورتنايت. اول ما نزلت سويت عدة فيديوهات عن اللعبة وصرت العبها بشكل يومي، بس بعدين مع الوقت حسيت حالي نوب قدام باقي اللاعبين اللي كانوا جدا محترفين في البناء. بس حاليا فورتنايت حلوا هالمشكلة مع طور زيرو بيلد اللي ما فيه بناء ابدا. هذا الطور غير نظام اللعب بفورتنايت بالكامل. حاليا المهارة بتعتمد على استعمالك للسلاح، على الاستراتيجية وعلى لعبك بدون بناء ابدا. طيب كيف تقدر تلعب الطور؟ اول شيء حمل فورتنايت من اللينك الموجود بالوصف، بعدين روح على القائمة الرئيسية واضغط على زر تشينج او تغيير اللي موجود اعلى بلاي. لما تضغط عليه راح يوديك على صفحة الديسكفر وراح تلاقي طور الزيرو بيلد وتقدر تختاره، وتقدر تلعب الطور سولو، شخصين، 3 اشخاص او سكواد، فينك تلعبه على كيفك. وعلى فكرة في هذا الطور جميع اللاعبين راح يبدأوا بدرع عالي لانه ما في بناء يحميك، فالدرع العالي رح يحميك ويحمي جميع اللاعبين. بس طبعا لسه في كثير اشياء بتعطيك افضلية في اللعب، نفس انك تاخذ هاي جراوند وتكون اعلى من الاعداء، فينك تستعمل هالشي عن طريق المانتلينج او انك تتسلق اي شيء تشوفه، او عن طريق الزبلاين اللي منتشر بانحاء الماب. ولا تنسوا الان صار فينك تعمل سبرنت او ترقد بس تشيل السلاح من ايدك، فحملوا فورتنايت الان من اللينك الموجود بالوصف، ويلا خلينا نبدا بالفيديو. في عام 2016 الانترنت انقطع بشكل كامل بنص الولايات المتحدة الأمريكية، يعني نص أمريكا انقطع عندهم النت بشكل كامل لعدة ساعات، وبعدها بأسبوع انقطع الانترنت بشكل كامل عن دولة بأكملها واللي هي دولة ليبيريا بأفريقيا. انقطع الانترنت عندهم لمدة أسبوع. الناس على وقتها فكروا انه انقطاع الانترنت كان بسبب هجوم هاكر او اختراق من الصين او من كوريا الشمالية او حتى من روسيا، بس كانوا كلهم غلطانين. ما كان هاكر من دولة معادية، لا كان هاكر تسبب فيه شاب عمره 19 سنة كان قاعد يحاول يهكر لعبة ماينكرافت وتسبب بهكر أدى إلى انقطاع الإنترنت عن دول بأكملها. فبهالفيديو رح نتكلم عن قصة الميراي بوتنت يلي اخترعها هذا الشاب واللي يعتبر أسوأ بوتنت في تاريخ الإنترنت واللي إلى يومنا الحالي قاعد يضرنا ويضر الإنترنت. بس قبل أن نبدأ، أدري معظمكم ما بيعرف شو يعني بوتنت، فخلني أشرح لكم بشكل جدا سريع. البوتنت هو نظام هاكر أو اختراق أو برامج ضارة باختراعها الهاكر وبيصيب فيها أجهزة ملايين الأشخاص بالعالم، بس ما بيكون الهدف من هذا الهاكر أنه يخترق ويسرق معلومات هالأشخاص، لا الهدف أنه يستعمل أجهزتهم لمصالحه الشخصية، مثل أنه يستعمل أجهزة الناس عشان يسوي تعدين أو ماينينج للعملات الرقمية، أو يستعمل أجهزة الناس عشان يسوي هجوم DDoS واللي هو يستعمل أجهزتهم عشان يهجموا على سيرفر أو شركة معينة ويعملوا ضغط عليها ويسكروا سيرفراتها ومواقعها. وطبعا بصير هالشي بدون لا يعرف أي شخص، يعني ممكن أنت حاليا جهازك أو موبايلك مخترق وفي واحد عم يستعمله عشان يهاجم شركة معينة أو يطلع عملات رقمية. فهذا بكل اختصار معنى هاكر البوتنت. والمراي بوتنت اللي اخترعه هذا الشاب اللي عم يلعب ماينكرافت كان مسويه للسبب الثاني
اللي هو عشان يستعمل أجهزة الناس عشان يسكر سيرفرات شركات أو مواقع ثانية. طيب بما أن فهمتوا شو هو البوتنت فخلنا نكمل القصة. عنا بتبدأ بجامعة روجرز بأمريكا، كان فيها طالب عمره 19 سنة وكان اختصاصه هندسة كمبيوتر، وهالطالب اسمه باريس جا، ومثل مثل أي طالب جامعة كان عنده أقساط جامعية وفواتير ولازم يسددها، فكان يحتاج أنه يلاقي عمل فرعي غير الدراسة عشان يسدد هالأقساط. طبعا باريس كان جيمر وكان لعبته المفضلة ماينكرافت، فلقى شغل بهالمجال. بماينكرافت لازم كل شخص يسوي سيرفر والناس يدخلوا عليه، وهالسيرفر يحتاج برمجة ويحتاج شخص أنه يضبطه. فباريس بما أنه مهندس كمبيوتر قدر أنه يشتغل ببرمجة وصناعة سيرفرات بلعبة ماينكرافت. الحين في ماينكرافت أي شخص فينه يسوي سيرفر مثل ما قلت لكم، بس مو أي سيرفر راح ينشهر ويصيروا الناس يلعبوا فيه. فدائما هدف الأشخاص أنه يشهروا السيرفر تبعهم ويصير أكبر عدد ممكن من اللاعبين ينضموا على السيرفر. ليش هالشي؟ لأنه لو عندك سيرفر مشهور وفيه عدد لاعبين كبير فينك تطلع فلوس وأموال جدا كبيرة من وراء هالسيرفر، عم نحكي بعشرات الآلاف من الدولارات. فبعام 2016 كان في عدة سيرفرات ماينكرافت مشهورة وكانت المنافسة بيناتهم جدا قوية، كل صاحب سيرفر عم يحاول يجذب لاعبين من السيرفر الثاني عشان يدخلوا لعنده، ومعظم ملاك هالسيرفرات أطفال وشباب عمرهم بين 16 لل 18 سنة. فيعني الآن الموضوع فيه فلوس جدا كبيرة وفيه منافسة جدا قوية، وهالمنافسة بين أطفال أو شباب عمرهم بين 16 لل 18 سنة، فالأخلاق أو الوعي غير موجود تماما. فمعظم صاحبين هالسيرفرات كانوا يدفعوا ويعينوا هاكرز عشان يسكروا ويأغلقوا سيرفرات ماينكرافت لمنافسيهم، والهاكر اللي كانوا يعينوه ويستأجروه ملاك سيرفرات ماينكرافت كانوا يستعملوا البوتنت اللي تكلمنا عليه من شوي عشان يهاجموا ويأغلقوا سيرفرات ماينكرافت المنافسة. فلو واحد عين هاكر وسكر سيرفر منافسة، كل اللاعبين رح يطلعوا من عنده ويدخلوا على السيرفر تبعه، وبالتالي رح يكون أضعاف الفلوس اللي كان يسويها. فخوينا بارس جا بس دخل بعالم برمجة وصناعة سيرفرات ماينكرافت شاف انه مشكلة الهاكر جدا منتشرة وجدا كبيرة، وكان بده يحط حد لهالموضوع. فاللي سواه هو انه اخترع برنامج اسمه بروتراف، وهالبرنامج بيحمي سيرفرات ماينكرافت من هجومات البوت نت. فصار يبيع هالبرنامج لملاك سيرفرات ماينكرافت عشان يحموا سيرفراتهم من الاختراق، ومع الوقت صار يبيع البرنامج حتى لاصحاب شركات وسيرفرات كبيرة عشان يحموا سيرفراتهم، فكون له مبلغ جدا كويس من وراء هالبرنامج. بس بعد سنة من هالكلام مشروعه والبزنس تبعه بدأ يفشل وكان على وشك انه يفلس، والسبب انه معظم الناس اللي كانوا يشتروا البرنامج تبعه اتنقلوا وراحوا لشركات ضخمة بتأمن حماية اقوى منه للسيرفرات، لان هو شخص لوحده ما عنده الامكانية الكبيرة. يعني كان عنده امكانية بسيطة انه يحمي بعض سيرفرات ماينكرافت وبعض الشركات الصغيرة، بس بعدين هالناس كلهم راحوا لشركات حماية اكبر وتركوه، فكان خلص البزنس جدا صعب وكان على وشك الإفلاس. فاللي سواه باريس إنه صار يرسل إيميلات ورسائل لجميع زملائه في العمل أو الأشخاص اللي بيشتغلوا نفس عمله، وصار يطلب مساعدتهم، بيحكي لهم إنه شغلي على وشك الإفلاس وما عاد عندي فلوس أدفع أقساط الجامعة، فعم يطلب إذا فينهم يساعدوه بأي شيء. راح رد عليه أحد الأشخاص وقال له إيه أقدر أساعدك، أنا قاعد أشتغل على برنامج بوتنت اللي هو برنامج الهاكر اللي بيستعملوه ليخترقوا السيرفرات، قاعد أشتغل على برنامج بوتنت لعدة شهور، فشو رأيك تجي معاي وتساعدني نطور هالبرنامج ونصير نستعمله عشان نخترق سيرفرات ماينكرافت والشركات بشكل عام. باريس وقتها دخل بمعضلة أخلاقية ونفسية بينه وبين نفسه، قال أنا أصلاً سويت برنامج عشان أحمي سيرفرات ماينكرافت وشركات بشكل عام من الاختراق من البوتنت، فحالياً هذا يبيني أني أشتغل معاه على البوتنت، بس كان جداً محتاج لفلوس، كان شبه مفلس، وهذاك الشخص قال له أنه ممكن نطلع عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً باستعمال هالبوتنت. فلعب الشيطان بعقل باريس ورضي انه يشتغل معاه على البوتنت. طبعا باريس قال في البداية انه رح يدخل بهذا الشغل يشتغل عدة
أشهر يجمع له شوية فلوس عشان ما يأفلس وخلاص راح يتركه، يعني ما كان عنده نية يشتغل بهذا العمل. فالمهم فارس دخل معاه وطور برنامج الهاكر أو البوتنت وسوى اسم مزيف، حساب مزيف، حط عنوان مزيف عشان يبدأ شغل الهاكر الصحيح. الهاكر ما فين يشتغل باسمه الحقيقي وإلا راح يمسكوه وينسجن. فاسم المزيف اللي كان يستعمله بالهاكر كان أنا سينباي، اللي هي من أحد الأنمي بنت ولا مدري إيش. والبوتنت اللي اخترعوه أو اللي عملوه اسمه مرايس، اللي ذكرت اسمه في بداية الفيديو. والإف بي آي أو وكالة الاستخبارات الأمريكية ذكرت إنه هذا أقوى بوتنت بتاريخ الإنترنت، وما بيظنوا راح يجي بوتنت بالمستقبل أقوى منه. ليش بوتنت مرايس أو برنامج الهاكر اللي اخترعه هو صاحبه خطير وقوي لهالدرجة؟ لأن برامج البوتنت اللي قبل كذا، قبل اللي اخترعوا تبعهم، كان يهاجم الكمبيوترات واللابتوبات بأنحاء العالم ويستعملوها عشان يهاجموا السيرفرات، نفس ما شرحت لكم بالبداية كيف يشتغل البوتنت. بينما البوتنت اللي اشتغل عليه بارس هو صاحبه ما كان يهاجم الكمبيوترات ولا اللابتوبات ولا حتى الموبايلات، لأنه الحماية عليهم صارت جدا قوية وصار من الصعب البوتنت يخترقهم. لا، صار يهاجم أي أجهزة ذكية غير كذا. يعني مثلا كان يهاجم ويخترق السمارت ووتش أو السماعات الذكية، كان كمان يخترق التلفزيونات الذكية السمارت تي في، كان حتى كاميرات المراقبة. أي كاميرا المراقبة فينه يستعمل التكنولوجيا اللي فيها عشان يستعملها كبوتنت. فأي أجهزة ذكية موجودة غير الكمبيوترات والموبايلات كان يهاجمها ويخترقها ويستعملها كبوتنت. كانت حركة جدا ذكية، فباستعمالها البوتنت اللي اخترعوه قدر يخترق فوق 750,000 جهاز في العالم ويستعملهم على راحته. فبعد ما خلصوا من بناء البوتنت وصار جاهز، فتحوا موقع على الانترنت وصاروا يعرضوا خدماتهم للناس، وصارت تجيهم طلبات جدا كثيرة عشان يخترقوا سيرفرات شركات ضخمة، مواقع، سيرفرات ماينكرافت، وصار شغلهم مولع. صار بارس يطلع بالاسبوع ما بين 10,000 إلى 40,000 دولار اسبوعيا من وراء البوتنت تبعه. طبعا بارس كان هدفه بالبداية يجمع شوية فلوس عشان يدفع اقساط الجامعة وخلاص. هو من اول اسبوع اسبوعين جمع كل الفلوس اللي يحتاجها، بس خلاص بعد ما شاف انه في طريقة سهلة يصير فيها مليونير ويجمع فلوس بشكل جدا كبير، استمر على هذا الطريق وما وقف. طيب متذكرين في البداية بارس كان عنده برنامج اسمه بروتراف، وكان يستعمله عشان يحمي سيرفرات ماينكرافت والشركات بشكل عام من الاختراق، وصاروا الناس اللي عنده يطلعوا ويروحوا للشركات الكبيرة. فبارس حاليا بده يرجع جميع العملاء يلي غادروا من عنده وبده يرجعهم يستعملوا بروتراف. يعني هو صحيح صار يستعمل البوتنت ويستعمل عشان يهكر الشركات والسيرفرات، بس الى الان قاعد يشتغل على البرنامج يلي يدعي انه بيحمي الشركات من الاختراق. فاللي سواه صار يهاجم جميع العملاء يلي طلعوا من عنده وراحوا لشركات ثانية، صار يهاجمهم باستعمال البوتنت تبعه ويخترقهم. كان البوتنت تبعه جدا قوي مثل ما قلت لكم، لدرجة انه الشركات الثانية كانوا غير قادرين انه يحموهم. ففعلا اخترقهم وسبب لهم مشاكل هالعملاء. بعدين بعد فترة قصيرة ارسلهم ايميل من بروتراف قالهم شايف انكم تهكرتوا وفي حد اخترقكم، هو اللي اخترقكم، في حد اخترقكم وهكركم، انا اقدر اضمن لكم الحماية. يعني حط لهم انه تعالوا ارجعوا لعندي ولو حد اخترقكم فرح ارجع لكم فلوسكم كلها. ففعلا صاروا الشركات اللي طلعوا من عنده في البداية يرجعوا لعنده، شركات والسيرفرات وحتى سيرفرات ماينكرافت. بارس حاليا صار عنده ثروة جدا كبيرة، عم يجي له عشرات الالاف من البوتنت والهكر اللي اخترقه، لانه في شركات عم يدفعوا له عشان يهكر منافسيهم، وعم يجمع عشرات الالاف من برنامج حماية الهكر اللي سواه في البداية. فحاليا عم يجيب بالشهر تقريبا 100,000 دولار. على وقتها الشيء اللي سواه انتشر بالانترنت بكل العالم وصار كل الناس يتكلموا عنه، لانه في كتير سيرفرات ضخمة لشركات كبيرة عم تتهكر وتنغلق، وكمان سيرفرات العاب وماينكرافت كلها عم يتم الهجوم عليها. وكمان شركات الحماية من الاختراق انتبهوا انه جميع العملاء اللي عندهم عم يطلعوا ويروحوا لهالشركة اللي اسسها فارس. بس فارس الى الان بالامان، ما حدا بيعرف انه هو اللي مسوي البوتنت، عم يشتغل بشكل مخفي بالكامل.
بس كان في عيون ونظرات شك عليه انه كيف الشركات الكبيرة كلها مو قادرة تحمي عملائهم من الهاكر او البوتنت، وكيف كلهم عم يروحوا لشركة بروتراف اللي عندها بارس وقادر يحميهم، وهذا شخص ما عنده لا شركة ولا شيء، ولد عمره 19 سنة. فكان في نظرات ريب عليه، بس بارس انتبه لهالشيء، عرف انه ممكن باي وقت الاف بي اي او وكالة الاستخبارات الامريكية تحط عيونها عليه وتفتش بملفه وتحقق معه وتعرف انه هو اللي اخترع البوتنت اللي قاعد يهاجم العالم كله. فعمل حركة جدا ذكية عشان ينجو بنفسه، واللي هي نزل برنامج البوتنت على الانترنت وخلى اي واحد في اي مكان يقدر يستعمل البرنامج مجانا. فبهالشكل الاف من الاشخاص او الهاكرز بالعالم راح يستعملوه، فالاف بي اي لو بدها تحقق بالموضوع ما راح يكون النظر كله عليه. بس بالحركة اللي سواها دمر العالم. حاليا كان شخص واحد عنده هالبوتنت وعم يستعمله، حاليا الاف الاشخاص بالعالم، يعني انقذ حياته بس دمر العالم حرفيا. وبارس بعد ما نشر البوتنت قال خلاص راح يوقف شغله، راح يوقف شغل الهاكر والاختراق، بس راح يستعمل البوتنت لشغل ثاني، وشغل ثاني راح يكون اقل خطرا من الهاكر والاختراق. بس اثناء عمله هذا البوتنت اللي نشره كان قاعد يدمر العالم حرفيا، الاف الاشخاص والاف الهاكرز من العالم عم يستعملوه وصاروا يطوروه ويطوروه، وصار بوتنت جدا خطير، وصاروا يستعملوه عشان يخترقوا بنوك في اوروبا، عدة بنوك اوروبا، تقريبا ربع بنوك اوروبا تم اختراقها واغلاقها، يعني بنوك عالمية سكرت من وراء هالبوتنت. غير كذا بعض الهاكر استعملوا هالبوتنت عشان يسكروا الانترنت بنصف امريكا، حرفيا نصف الولايات المتحدة الامريكية كانت بدون انترنت بالكامل لعدة ساعات. وغير كذا في دولة بافريقيا اسمها ليبيريا انقطع عنها الانترنت بالكامل مدة اسبوع، كل هذا من وراء هالبوتنت. الحكومة الامريكية والحكومات في اوروبا وافريقيا كانوا مستنفرين بالكامل، بدون يعرفوا مين اللي عمل هالبوتنت ويوقفوه. حتى رئيس امريكا بوقتها اللي هو باراك اوباما عطى امر للاف بي اي او وكالة الاستخبارات الامريكية عشان يمسكوا هالموضوع ويلاقوا حل له. الاف بي اي وقتها مسكوا الموضوع، بس كان عندهم مشكلة واحدة، واللي هي معظم الاجهزة المخترقة اللي عم تستعمل هالبوتنت موجودة برا امريكا، في دول افريقيا ودول في اسيا وكذا. يعني حتى البوتنت هاد كانوا يستعملوه بذكاء، ما كانوا يخترقوا اجهزة في امريكا، لانه بيعرفوا انه ممكن لو انمسك جهاز يعرفوا المصدر. فكل الأجهزة أو معظمها كانوا برا أمريكا. بس لحسن حظ الـ FBI بعد ما دوروا شهور وشهور قدروا يلاقوا جهاز واحد في أمريكا مصاب في هالبوتنت. صاحب هالجهاز كان مسافر بأحد دول أفريقيا ورجع على أمريكا. فالـ FBI وصلوا لهذا الجهاز وبدأوا يتحروا فيه ولقوه مربوط بسيرفر بفرنسا، فراحوا على فرنسا ودوروا ولقوا سيرفر وهمي وغير موجود، وسيرفر أصلا بأمريكا. رجعوا على أمريكا وبعد ما عملوا تحريات وكذا عرفوا يوصلوا لبارس جا، هو الشخص اللي عامل هالبوتنت، وألقوا القبض عليه. بس ألقوا القبض عليه، عائلته وأهله لبارس كانوا جدا متفاجئين، ابنهم عمره 19 سنة ومتفوق بالجامعة وطيب وكذا، جايين الـ FBI عشان يلقوا القبض عليه وبأسلحة وكذا. كان الموقف جدا مخيف على حسب كلام الأهل. أثناء المحاكمة قدروا الضرر والمشاكل اللي تسبب فيها البوتنت تبع بارس، وكان الحكم عليه راح يكون تقريبا من 30 إلى 40 سنة سجن. بس بارس كان جدا متعاون معهم وساعد الـ FBI عشان يعرفوا مصدر أي شخص بالعالم بيستعمل البوتنت، وكمان ساعدهم عشان يحاولوا قدر الإمكان يخففوا أو يقضوا على بعض البوتنت اللي منتشرة في العالم. فبعد هالمساعدة الكبيرة اللي ساعدهم فيها ودخلهم بعالم كانوا الـ FBI ما بيعرفوا فيه، اللي هو عالم البوتنت والهجوم والاختراق وكذا، خففوا الحكم عليه إلى 4 سنوات خدمات اجتماعية أو أعمال للمجتمع، يعني ما رح ينسجن. والأعمال المجتمع هاي راح يشتغلها مع الـ FBI، يعني حاليا لازم يشتغل 4 سنوات مع الـ FBI يساعدهم يمسكوا اي شخص بالعالم ممكن يستعمل البوتنت تبعه اللي هو صنعه عشان يهكر او يخترق شيء مهم. وغير كذا تغرم بمبلغ 9 ملايين دولار، بس الثروة اللي جمعها من البوتنت والهكر كانت اكبر من كذا، فهالغرامة
ما كانت مشكلة بالنسبة إلى. بس إلى يومنا الحالي إلى عام 2022 أي بعد 7 سنوات من الحادثة إلى الآن 75% من البوتنت وهجمات الهكر والDDoS اللي منتشرة بالعالم هي من البوتنت اللي اخترعها بارس اللي هو مورايس. هو متسبب حاليا ب 75% من البوتنت اللي منتشر بالعالم. صراحة شيء جدا مبهر كيف شاب عمره 19 سنة اخترع برنامج هكر أو بوتنت في لعبة ماينكرافت، وهالبوتنت أدى إلى أغلاق الإنترنت بدول بأكملها وأدى إلى أغلاق بنوك ضخمة وسبب مصايب في الدنيا، والحكومات ما كانوا يعرفوا مين هو لحديت ما تدخلوا الـ FBI. فأي شباب هالفيديو لليوم أتمنى يكون عجبكم. أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر لايك وشاركونا بالتعليقات هل بتحبوا إني أعمل هالنوع من الفيديوهات أكثر اللي هو مثل قصة من التوب 10 بس أعمل عنها فيديو كامل وأتكلم عن كل التفاصيل اللي فيها. إذا حبيتوا هالنوع من الفيديوهات ولقيت دعم عليه إن شاء الله راح أسويه أكثر بالمستقبل. وبس كان معكم في شركة يال بشركة كيش، كم فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.